مرحبا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم C++ في هذا الفيديو وكما قلنا في الفيديو السابق تكلمنا عن الفانكشنز إذا في هذا الفيديو سنتمم يعني مسيرة الفانكشنز ولكن بشكل جديد طبعا في الفيديو الماضي قلنا أننا قمنا بكتابة فانكشن وهذه الفانكشن تقوم يعني بطباعة الأشياء التي نقوم بها في كل صباح يعني في كل صباح نقوم ب يعني تركيب عفوا بإعداد القهوة يعني تسخين الماء ثم وضع السكر ثم وضع الحليب فوق ذلك الماء ولم ونسينا ان نضع الص... يعني ونسينا ان نضع يعني القهوه التي هي الهدف من هذا الفيديو اذا سنضع القهوه هنا لأننا نسينا ان نضع القهوه بوت كوفي يعني كيف سيكون يعني القهوه مع الماء فقط والحليب هذه <applause> آه القهوه اذا حسن جدا الان سنستدعي تلك قلنا اننا سنستدعي هذه الفانكشن او هذه الداله داخل البرنامج اذا سنشاهد ماذا سيحصل فقط لنتاكد لنتاكد من انه يشتغل، ثم بعد ذلك سنفهم ما هو الهدف من هذا الفيديو اصلا. اذا قلنا الان سنتصل بتلك سنتصل بتلك الداله هنا، ثم سنستدعيها عفوا وليس سنتصل سنستدعيها في داخل البرنامج كما تشاهدون ميك هات بوت كوفي بوت شوغر ميلك حسن جدا كل صباح يمكنك فقط الضغط على هذا الزر وهو سيقوم بهذه العمليه مباشره. اذا الان لنفترض مثلا هناك دول يعني تقوم بعمل معين ما معنى هذا انك يمكنك ان تسند الى تلك الداله قيمه معينه ما معنى هذا يا زهير ولماذا اصبحت فيلسوف في هذا الفيديو لا تخافوا ساشرح لكم سنضع مثلا انت اكس ماذا نريد مثلا ان نضيف هنا نضيف مثلا التوقيت لقد وضعت هذا يعني الكود من قبل ليس كود فقط كتبت هذه الكلمه هنا سي اوت ايتيز اكس يعني واضفت هذين الاستفران الى اخره ماذا افعل انا هنا فقط ساقوم بطباعه هذا الرقم الذي ستدخله هنا مثلا انت استيقظت مع العاشره صباحا ستضع عاشرة هنا سيقول لك ايتيز العاشره صباحا اند تا ثم سيقوم ببد... يعني بتصميم القهوه لنجرب مثلا نجرب اذا كان سيشتغل ام لا. حسن جدا يقول لك ايتيز العاشرة ميك هات واتر بوت كوفي بوت sugar, add اذا الان قمت بتصميم روبوت يقوم بتصميم القهوة لك. الان لنفترض مثلا تريد ان تستيقظت مع السابعة صباحا ستضع السابعة هناك ثم بعدها سيقول لك انها السابعة صباحا يعني 7 AM كما تشاهد قد قال لك انها 7 يعني قد تكون السابعه صباحا او السابعه ليلا، ثم بدأ يعني في يعني في بدء في تصميم القهوه لك. اذا ماذا فهمنا من هذا الفيديو؟ انه يمكنك وضع في الدوال يمكنك ان تضع شيء معين تريد ان يتغير داخل البرنامج وذلك بوضعه داخل القوسين، يعني ما بين القوسين هنا وعندما تستدعيه داخل البرنامج الرئيسي يجب من الضروري ليس يجب من الضروري يعني لن يشتغل البرنامج اذا تركتها فارغه لنجرب لماذا عفوا سيقول لك انك هنا قلت انك ستضع يعني بارامتر وانك هنا لم تضع اي شيء يعني هنا قلت انك ستضع قيمه في هذا يعني في هذه الدالة أو ستضع يعني أو ستسند إلى الدالة شيء معين وهنا لم تكتب ذلك الشيء المعين وهنا سيقوم يعني بالتوقف عن الشغل يعني أنت استيقظت مع الساعة الثانية عشرة ما شاء الله فيجب أن تضع الساعة هنا إذا ستقول لك سيقول لك البرنامج it is 12 o'clock make hot water put coffee put sugar add milk وبالصحة والعافية عليك القهوة الصباحية إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو فهمنا طريقة يعني اعطاء الداله يعني قيمه معينه وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله سنفهم في ماذا سيفيدنا هذا الفيديو اذا حتى لا اطيل عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى